أن خذنا منذ بداية الثورة التونسية وكذلك قبلها خذنا جولات من أجل إقرار منظومة قضائية مستقلة لفائدة الشعب التونسي دون أي امتيازات للقضاة. القضاة والفاعلون في المنظومة القضائية لا يطلبون لأنفسهم امتيازات خاصة. اليوم بعد أن خضنا جولات من إزاء الوضع الانتقالي أنتم تتابعون ما حصل من مواجهات كبيرة ما بين الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوقية للقضاء العدلي والتداعيات التي أدت إلى تجميد عمل هذه الهيئة وبعد ذلك إلى تعطيل الحركة القضائية وإلى خلق الإشكالات والمعوقات لوجود هيئة قضائية مستقلة انتقالية. اليوم نلحظ نفس التوجهات نفس الانحرافات نشهد أغلبيات نشهد متحالفين يدعون الثورية يستعيدون أساليب الماضي لما وقع إقراره منذ السبعينات على عهد النظام الاستبدادي البورقيبي وعلى عهد النظام الاستبدادي للمخلوع يستعيدون نفس الأساليب ونفس طرق تدجين القضاء. التعيينات القضائية لا رجوع